للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن البيان الذي أصدره الميثاق الوطني العراقي بشأن ذكرى 17 لاحتلال بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد أحمد الغانم. سيد أحمد، بداية مرحبا بك. أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا في الذكرى 17 لاحتلال بغداد، اللافت أنكم اتهمتم إيران بتواطئها في هذه الجريمة. ما الدور الذي لعبته إيران في احتلال العراق؟ تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تمر علينا الذكرى 17 لاحتلال العراق من قبل أمريكا وحلفائها وبالتعاون مع إيران، إيران الشر التي قدمت خدمة كبيرة إلى المحتل الأمريكي وحلفائه. حشدت أمريكا وحلفائها كل ما تملك من قوة وأسلحة، وهذا التجمع خارج الشرعية الدولية وبمزاعم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وكذلك علاقة القيادة العراقية بتنظيم القاعدة، وهذه الادعاءات ثبت بطلانها وكذبها بعد أن تم احتلال العراق وعلى لسان بوش الصغير. أما ما يخص إيران وتعاونها مع الأمريكان، وهذا باعتراف رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة أبطحي عندما قال نحن إيران قدمنا خدمة كبيرة إلى أمريكا في احتلالها للعراق وأفغانستان، وهذا اعتراف صريح على أن إيران لعبت دور كبير في احتلال العراق من خلال الميليشيات والأحزاب التي رعتها والتي سلحتها ولدربتها داخل إيران، مثلا قوات بدر، مجلس الأعلى، حزب الدعوة، كل هذه أحزاب هي موالية لإيران، دربت وجهزت بالأسلحة ودخلت مع المحتل للعراق. نعم، حييتم المقاومة العراقية التي وقفت بالمرصاد للمحتل الأمريكي. ما الدور الذي لعبته المقاومة العراقية في إيقاف أو تعطيل المشروع الأمريكي في العراق؟ الحقيقة عندما دخل الأمريكان إلى العراق كان يتوقع المحتل أنه الشعب العراقي سوف يستقبله بالورود، وهذا ما تحدث به عملاء العراق، العملاء الذين خدموا المشروع الأمريكي في احتلال العراق. لكن المقاومة العراقية الباسلة التي كانت هي أسرع مقاومة انطلقت لمقاومة الاحتلال في التاريخ الحديث في الأيام الأولى حقيقة، وقدموا خلال هذا التصدي وهذه المقاومة التي أوقفت المشروع الأمريكي الاحتلالي في العراق قدموا تضحيات هائلة المال والرجال، وهذا مما كان سبب إفشال هذا المشروع وإجبار المحتل الأمريكي على الانسحاب والهروب من العراق هائبا دليلا، بعد أن مني بعشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى والمعوقين، وهناك خسائر كبيرة في المعدات، ويقدر خسائر المحتل بالمال ما يقارب 4 تريليون دولار. هذه المقاومة العراقية الباسلة لها دور كبير في التصدي للمشروع الأمريكي في العراق والمشروع الإيراني أيضا في العراق. إلى أي مدى ترون أن تظاهرات ثورة تشرين هي امتداد لهذه المقاومة التي كبدت الاحتلال الأمريكي خسائر فادحة؟ إلى أي مدى ترون أنها امتداد لها؟ احنا نعلم جيدا وكل الشعب العراقي يعلم أن حال العراق ما بعد ثورة تشرين المباركة التي انطلقت في الأول من تشرين الأول عام 2019 حقيقة، وإلى حد هذه اللحظة ليس كما كان قبلها. فالإدارة الوطنية، فالإرادة الوطنية للثوار عازمة على التحرير، وهذه الثورة المباركة على عاتقها مسح كل ما تركت من عذابات ومظالم
الغزو والاحتلال للعراق، وتعمل على اسقاط العمليه السياسيه وطرد الايرانيين. وهذه الاهداف الحقيقه الثابته دعا اليها الميثاق الوطني العراقي منذ تاسيسه. وهذه الاهداف التي تطالب بها الان الثوره المباركه ثوره تشرين، هي نفس الاهداف التي طالب او امتداد الاهداف التي الثوابت الوطنيه التي طالب بها الميثاق الوطني العراقي. من اسطنبول عضو اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي السيد احمد الغانم، نشكرك شكرا جزيلا.